سلام الدراري والدريات، فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم كما تعرفوا باللي لوف بي بي تي بدلات بزاف ديال الحويج، وزادت بزاف تاع الحويج ولي برونش وبدلات بزاف. ومن هاد الشي اللي بدلات البرونش، بدلات لي برونش اللي كنا ديجا كنعرفوا العام اللي فات والعام اللي فات، اللي هو تي دي او تي دي ام. حيدتهم ودارت برون جديد اللي هو ديفلوبمون ديجيتال. في هذا الفيديو بغيت ندوي لكم على اشنو هو هذا البرونش، واشنو تقدر دير بيه، واشنو غادي تقرا فيه. وهذا الفيديو غادي ندوي لكم على لي موديل اللي مهمين بزاف باش انك تطور من القدرات ديالك وتوصل لشي نيفو زوين انت كمبرمج. ولوف بي بي تي هاد البرونش هذا علاش، هادشي كامل غندوي عليه في هاد الفيديو ان شاء الله. نبداو درت هاد السلايد باش نشرح لكم داكشي بالتفصيل وبالتدقيق. شنو هو ديفلوبمون ديجيتال؟ ديفلوبمون ديجيتال هو واحد مزيج بين ديفلوبمون انفورماتيك وديفلوبمون ملتي ميديا. كيف ما كنا نعرفوا العام اللي فات، ديفلوبمون انفورماتيك كانوا مهتمين بانهم يديفلوبيو ويحلوا المشاكل، وديما بحال هكا يبقاو ديما كيحلوا المشاكل ويديفلوبو لي زابليكاسيون لي فورم ويندوز. صافي كيهتموا بحوايج لي باك اند، يعني كيحلوا المشاكل البرمجيه صافي. وديفلوبمون ملتي ميديا العوام اللي فاتوا كانوا كيهتموا بما هو فرونت اند، يعني انهم يقادوا الواجهات ديال التطبيق، يقادوا الواجهات ديال المواقع. والمشكله انه كان واحد خاصو واحد، يعني ديفلوبمون انفورماتيك كان خاصو ديفلوبمون ملتي ميديا باش انهم يصوبوا بروجي واحد. والمشكله ديال انه ديفلوبمون ملتي ميديا كانوا كيقراو شي حوايج اللي يقدر يقراهم اي واحد، مثلا فوتوشوب، الستراتور، داكشي يقدر يقرا اي واحد ولا موجود في الانترنت بزاف. دابا لوف بي بي تي دارت طريقه اخرى في انها تقرب بنادم، والفورماسيون ولات فيها عامين ونص بلاص ما انها ولات كانت فيها عامين. دابا ولات فيها عامين ونص. العام الاول كتقرا جدع مشترك، يعني كتقرا داكشي اللي كيجمع بين ديفلوبمون ملتي ميديا وديفلوبمون انفورماتيك، دوك لي بازيك اللي كيخولوك انك تقرا اي مجال، بحال مثلا ديفلوبمون فول ستاك انك كتقرا ديفلوبي المواقع فرونت اند وباك اند بجوج، هذا هو كيتسمى فول ستاك، انك كتديفلوبي الباك اند والفرونت اند بجوج. وديفلوبمون موبايل كتديفلوبي دي زابليكاسيون موبايل وداكشي. المهم في هذا الفيديو غادي نشرح لكم اشنو هما لي اهم لي موديل اللي غادي تقراو في العام الاول واللي خاصك تركز عليهم مزيان الا بغيتي العام الثاني تخصص في شي مجال وتمشي فيه بعيد وتوصل فيه مزيان، حيت هادو هما الاساسيات ديال الديفلوبمون. ماشي غير الا قريتي فلوف بي بي تي، الا بغيتي تقرا داكشي بوحدك خاص هاد الحوايج يكونوا عندك ضروري. اشنو هما اهم لي موديل اللي خاصك تركز فيهم باش تمشي مزيان في التكوين ديالك وغادي تحدد المستوى ديالك؟ هاد لي موديل هما اللي غيحددوا المستوى ديالك. اهم لي موديل عندنا الالغوريثم، عندنا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، وعندنا اسونسييل تكنولوجي دو لانفورماسيون. من بعد غنتطرق لكل واحد فيهم وغنشرحو بالتفصيل. اول حاجه غادي تقرا هي اسونسييل تكنولوجي دو لانفورماسيون، غادي تقرا كيفاش البي سي كيفكر، اشنو البي سي، وكيفاش البي سي كيفكر، وكيفاش البي سي كيحلل المعلومه وكيادها وكيرجع لك في الاخر على شكل المعلومه. هادشي اللي غادي تقراو. كتبت لكم هنا كيف ما الانسان عنده نظام عد، حتى الحاسوب عنده نظام عد. حنا عندنا نظام العشاري باش كنحسبوا، الحاسوب عنده واحد النظام حتى هو ديالو اللي كيتسمى الباينري كود. فهاد الموديل غادي تقرا كيفاش الحاسوب كيحسب، كيفاش كيحسبها. مثلا انت بغيتي تطلع لي في الشاشه 5، كيفاش كيحسب هذيك 5، كيفاش كيدير. هاد الموديل غتقرا فيه هادشي كامل، غتقرا فيه نظام العد، كيفاش المعلومه كتحول للغه ديال الحاسوب. تفهم مزيان هادشي فين غتفهمو غيخليك تعرف كيفاش الحاسوب كيفكر، وفي تعرف الحاسوب كيفاش كيفكر غيخليك تفهمو وتتفاعل معاه بواحد الطريقه اللي تخليه يفهمك. من بعد غادي تقراو لالجبر دو بول، غتقراو كيفاش البي سي داير،
اشنو هو البي سي، اشنو هما الحوايج اللي في البي سي، شوي غتقراو في الريزو، المهم غتفهموا البي سي كيفاش كيخدم، كيفاش المعلومه كتعالج فيه، اشنو هو البي سي، اشنو هما لي زوتي لي فيه، كيفاش نركب بي سي، الريزو اشنو هو الريزو، انواع ديال لي ريزو، هادشي كامل غتقراو. مش تفهمت شنو هو البي سي وتفهم كيفاش تفاعل معاه، صافي. من بعد في نفس الوقت اللي غتكون تقراو هذا الموديل، غتقراو الموديل واحد موديل اخر اللي هو الالغوريثم. الالغوريثم في نظري انا هو اهم موديل اللي كيحدد التفكير ديالك انت كمبرمج. شنو هو الالغوريثم؟ الالغوريثم هو مجموعه ديال الخطوات باش توصل لواحد الحل معين. هنا كتبت لكم ما هي البرمجه. البرمجه هي اعطاء خطوات على شكل تعليمات للحاسوب على شكل ما. انت كيكون عندك واحد المشكله في الواقع كتبغي تشدها وتحولها للبيسي باش ما يبقاش تطيح، باش هذيك المشكله ما تبقى لقيتي لها الحل، ما تبقاش انت ديما تفكر، تقدر ديما تبقى ترجع ليها، ديما تبقى ترجع لهذيك المعلومه. هاد التعليمات خاص يكونوا يحترموا واحد التركيبه لغويه خاصه بلغه البرمجه اللي غادي تقرا. فهاد العام غادي تقرا الالغوريثم كمفهوم، والالغوريثم كمفهوم اهم مهم بزاف. من بعد هذاك المفهوم كتشدو كتطبقو كتكتبو، باش كتكتبو كتكتبو بواحد لونغاج دو بروغراماسي. في العام الاول غادي تقرا الالغوريثم كمفهوم وغادي تكتبو بالالغوريثم ديال تمايا الفرنسيه، هي اللغه يعطوك واحد اللغه تما غتقاد تبعها باش تحل ديما المشاكل. وغاد في نفس الوقت غتقرا بيتون لونغاج سهله. هنا في هذا المثال عطيتكم علاش نقراو بيتون. بيتون واحد لونغاج لي زوينه وبسيطه لواحد الدرجه اللي كتخلي اي واحد يقدر يفهمها ويبدا بها. هي زوين باش انك تبدا بها حيت سهله. كما لاحظتوا في هذا المثال في الالغوريثم اللي غتقرا في المدرسه، باش انا نطلع واحد الميساج، باش نطلع انا واحد الميساج في الشاشه، خاصني نتبع واحد الخطوات. وهاد الخطوات هما اشنو؟ نكتب الالغوريثم، سميت الالغوريثم، كندير دي بي اللي هي بدايه، اكريغ هلو وورد في هذه الحاله انا درت لكم. من بعد في بيتون، لا بيتون يكفي انني درت برينت هلو وورد، يعني كفيت انني نطيح في هاد السينتاكس كامل. وهذا الشيء درت لكم واحد المثال ديال واحد الخوارزميه. هاد الخوارزميه كتحل لي واحد المشكل اللي هو انا كيفاش غنعرف واحد الانسان واش ماجور ولا مينور، يعني واش بالغ ولا ما بالغش. انت في العقل ديالك اول حاجه كتقول انا كيفاش غادي نعرف. هذا هو الالغوريثم هو المفهوم، هو انك كتبع واحد الخطوه باش تحل لواحد المشكله. انا باش غنعرف واحد الدري واش كبر من 18 ولا صغر، واش بالغ ولا ما بالغش، اول حاجه كطيح في بالي هي ان خصني نقول نطلب منه العمر ديالو، يعني لاج ديالو، وكنشد هذاك لاج كندير عليه واحد التريتمون. شنو هو التريتمون؟ يعني كنشوفوا واش كبر من 18 ولا صغير من 18. كان كبر من 18 ماجور، كان صغر من 18 مينور. هذوك الخطوات اللي تبعت انا هو الالغوريثم، وباش كتبتهم بواحد اللونغاج. ها نتوما في المدرسه كتقراو الالغوريثم بهذا اللونغاج هادي. شو وهنا درت لكم واحد المقارنه بين بيتون والالغوريثم باش نحل انا هذا المشكل. مفهوم واحد، انا حليت التفكير ديالي حل المشكله بهذه الطريقه. اول حاجه في الالغوريثم، اول حاجه الالغوريثم كتعطيه السميه، من بعد الفاريابل غتعرف اشنو هو فاريابل، اشنو هما الانواع ديال لي فاريابل، هادشي كامل غتعرف. ولكن المفهوم والتفكير والعقليه ديال انك تكون تحل المشاكل في نظري هي الاهم وهي المهمه، هي اللي غتخليك من بعد تحل المشاكل وتزيد لقدام. غتبقى ديما طيح في المشاكل وتلقى لهم حل، طيح في المشاكل وتلقى لهم حل. المهم هنا عطيتكم هذا المثال، عاوتاني عطيتكم هذا المثال، سمحوا لي انا درت لكم 10، كان عليا ندير لكم 18. اوكي، غتقراو بزاف د الحوايج في هذا الموديل. من بعد غدوزوا لهذا الموديل مهم حتى هويا اللي سميتو بروغراماسيون اورينتي اوبجي. اشنو هو بروغراماسيون اورينتي اوبجي؟ بروغراماسيون اورينتي اوبجي هو واحد المفهوم كيخليك تشد الخدمه ديالك كتقسمها لفئات وترتبها على حساب النوع ديالها باش تسهل عليك الخدمه وما تبقاش تطيح في التكرار. نعطيكم مثال، تخيل معايا انا عندي بزاف ديال لي ستاجير عندهم اسم ونسب اسم ونسب، وعندهم بزاف ديال الخصائص.
انا باغي نرتبهم، باغي نقادهم. كون ما كانش هاد البروغراماسيون اوريونتي باش ما يمكنش ليا، خصني نبقى نكون صوب كل انسان بوحده، كل انسان بوحده، كل انسان بوحده، والانسان ما عندوش علاقه مع انسان. انا جد نشرح لكم بزاف. انت في كتفكر في انسان، اش كتقول؟ كتقول واحد الفئه ديال الانسان، من بعد كتخرج منه واحد الاوبجي. واحد الاوبجي هو واحد الشيء اللي هو انا مثلا المهدي، عندي العمر 20، كنقرا، عندي خصائص، ولكن انا كنتامي الانسان هكا. بحال هنا في هذا المثال، عندنا كاميو، عندنا ميغانا، عندنا كره هي فئه، ولكن انا باش نخرج واحد الاوبجي نقدر نخرج واحد الاوبجي عنده مثلا هذه الكره، عندها اللون الزرق، عندها كبيره غليظه دايره، ولكن هما كاملين كنت هاد الكرات، واخا اللون بدل، الحجم بدل، ولكن كتبقى كتنتمي للكره. هادشي اللي غتقراو في هاد الموديل هو مهم بزاف، اللي كيخليك تشد خدمتك، كديرها كتقسمها لفئات، كتقسمها لفئات باش ما تبقاش طايح في التكرار ديال الحاجه وتبقى سيكيريزي. صافي هادشي اللي غادي تقراو. انا غادي غنقاد واحد الدوكيمون وغنحط فيه الدروس مقادين، وغنحطهم لكم باش تقراوهم، وغنحط لكم دي لاشين وبلاي ليست في الوصف، دخلوا تفرجوا فيهم اللي غادي ينفعوكم. والصراحه هاد لي موديل هما اللي غادي يحددوا المستوى ديال اي تلميذ. لي موديل الاخرين كيبقاو عاديين، غادي تقرا السوفت سكيلز، غادي تقرا عربيه، غادي تقرا لونجلي، غادي تقرا هادو دي موديل ما عندهمش علاقه بالتخصص ديالك. الموديل لي موديل اللي عندهم علاقه بالتخصص ديالك هما هادو الالغوريثم، خصوصا الالغوريثم، خصوصا الاورينتي اوبجي، واليومين يوميل نسيت ما دويتش ليه عليكم، غندير عليه فيديو جديد. انك يو ام ال هو عندو عليه في واحد الفيديو وغنشرحو مزيان. المهم هاد لي موديل اللي دويت لكم عليهم دابا هما اللي في نظري انا مهمين بزاف، وخاص اي واحد يركز عليهم ويقراهم مزيان ويعطيهم الوقت. صافي هادشي اللي كاين، وشكرا على المشاهده، وكنتمنى الدعم، دعموني بلايك وبارطاجي مع شي واحد كتحس به محتاج لهاد المعلومه، حيت انا كيجيو يسولوني بزاف اشنو غتقرا. واهم حوايج اللي خاصك تركز عليهم هما هاد لي موديل اللي قلت لك هنايا، وتقلب عليهم، راه المعلومه موجوده في الانترنت، يكفي انك تكتب الالغوريثم غيطلع لك بزاف، وانا غنحط لكم لتحت الناس تبعوهم، الناس تقراو معاهم. هادشي اللي كان، وكنشكركم على المشاهده، والى اللقاء.